احنا موجودين النهارده في قريه طنسه بني مالو التابعه لمركز بيبا بقافله ومبادره انت الحياه اللي بتنظمها مؤسسه حياه كريمه لتاني مره على ارض بني سويف هنا في قريه طنسه بني مالو. احنا كمؤسسه حياه كريمه هنا بادئين بتقديم قوافل مساعدات سلع وغذاء لأهالينا اللي موجودين مش بس في طنسة بني مالو، لا وكمان ال 13 قرية التابعة وكمان بإجمالي 46 قرية تابعين لمركز بيبا بالكامل. ومعانا جهات شريكة زي وزارة الصحة موجودة معانا بقافلة طبية شاملة لأهالينا هنا لتقديم التدخلات الصحية اللي محتاجينها، ولو في تدخلات صحية مستقبلية نقدر نسجلها عندنا في مؤسسة حياة كريمة وبنتواصل مع الحالة وبنبعتها للمستشفى المختصة سواء المستشفى الحكومي أو مستشفى الجامعة. انت الحقيقة بشكل رئيسي بتستهدف الانسان المصري، احنا حاولنا نعمل حاجة لأهالينا في القرى ان احنا بنحاول نطور من حياتهم هم الشخصية، بنحاول نطور من الانسان المصري نفسه. تعاوننا مع جهات كتير منها قصور الثقافة، دي بتعمل نشاط ثقافي للقرى اللي هي يعني تقريبا محرومة من النشاط الثقافي لان هي ما عندهاش قصور ثقافة، فقدرنا نعمل لها مسارح للأطفال. المجلس القومي للمرأة بيعمل لنا ندوات وبيعمل لنا ورش عمل للسيدات وبيديلهم مشاريع صغيرة ومتوسطة وبيدرب السيدات قبل ما بيديلهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. في ملتقى توظيف، ودي أول مرة أعتقد إن هي في أي مؤسسة تقدر تنزل القرية وتعمل ملتقى توظيف للأهالي في القرى في القرية نفسها، إن هي بتجيب الشركات لحد الشباب بتاعة القرى وتوظفهم. إحنا كمجلس قومي للمرأة بدورنا زي ما إحنا بنشتغل طول الوقت في النطاق الجغرافي بتاع حياة كريمة، إحنا كمان بنقدم الخدمات اللي بيقدمها المجلس والتدريبات والإدارات المختلفة في المجلس النهاردة جاية علشان تقوم بدورها، زي إدارة تنمية المهارات النهاردة بيعملين ورش حرفية للستات، صناعة إكسسوارات، ديكوباج، صناعة غربال، إدارة الشمول المالي بيقدموا تدريبات تثقيف مالي للسيدات عن كيفية اتخاذ القرار المالي الصحيح وان الستات ازاي يبقى تعرف تعمل ميزانية في بيتها. ادارة كمان مكتب الشكاوى بيقدموا تدريبات الارشاد الاسري والتنشئة المتوازنة بالتعاون مع وزارة الاوقاف اللي بنتكلم فيها عن التربية الايجابية وادارة البيت وازاي ان احنا نربي اطفالنا تربية سليمة. قمنا النهاردة صباحا بتنفيذ شغل عمل كشفي سمر للجوالة والجوالات، كان هنا في العديد من المتواجد العديد من الفرق، فريق ناصر، فريق الفاشن، فريق نزلة المشارقة، فريق ناسيا، وقاموا بتقديم سمر كشفي للمتواجدين وألعاب كشفية للحضور. ثم بعد كده اتجهنا لمعرض الفتاة اللي بتقوم به إدارة بيبا، والمعرض ده عبارة عن المنتجات اللي بتقوم بها الفتيات اللي بتقوم بتدريبهم وزارة الشباب والرياضة، وبتقوم في الآخر بعرض المنتجات دي وبيعها لصالح اللي هو المشاركين. بصراحة تعلمنا حاجات كتير جدا، وتعلمنا احنا نستفاد ازاي نعمل مشروع وازاي نطور من حياتنا ونطور من بيتنا، حتى لو عملنا لبيتنا حاجة بايظة عندنا ممكن نشتغل فيها وممكن نصلحها، ممكن نفتح ورشة نستفاد منها ونصلح في بيتنا ونزود دخلنا. المرأة بقى لها دور، أيوة المرأة لها دور كبير، أيوة طبعا الراجل ليه دور، بس المرأة بقى لها دور بقى في التعليم في المشاريع في كل حاجة يعني. مشروع جميل وممكن نعمله ونحطه على النت ويجيب لنا حاجات كتيرة ونعرف نصه في بيتنا وحاجات حلوة يعني. النهاردة جايين نوعي الأطفال والكبار عن خطورة المخدرات وعن خطورة المخدرات بالنسبة للنشء اللي هو ده، وخطورة التدخين برضو بالنسبة للنشء ده، وكيفية التأثير عليهم وازاي نطلعهم من السلب اللي هي التعاطي للإيجاب اللي هو ان احنا نبقى في بيئة سليمة في بيئة صحية. احنا عندنا مجموعة من الأنشطة، مجموعة ألعاب، بيتبقى كل لعبة وليها نشاط معين، ليها هدف معين بنلعب على أساسه، وطبعا أغلبية الأهداف هو اللعبة في طرح صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي، الأضرار الإدمان والتعاطي. تعلمت ان التدخين بيدمر الصحة وما ينفعش ندخن عشان التدخين بيوصل لإدمان. تعلمت ان انا ما ينفعش اشرب مخدرات وما ينفعش ابقى مدمنة عشان دي حاجة وحشة وبتضر بصحتي. النهاردة احنا استفدنا باليوم جدا، لان النهاردة هم علمونا ازاي ان احنا ما ندخنش ولا عشان يحافظ على صحتنا ولا ان احنا نشرب مخدرات لان ده غلط، وكمان ان احنا نحافظ على صحتنا وناكل كويس.